ليه مفيش ذكاء صناعي مع ان الالعاب بتستخدمه كلاعب بديل؟ ليه مفيش حد صنع لاعب في العاب كتيره دلوقتي اصبحت انا بديله اللعبه بغير ما اشرح له اللعبه وهو بيجرب ويخسر، اسمها reinforcement learning، يعني بيتعلم زي ما اي طفل او اي عزكم الله اي قطه بتتعلم مع التجربه والخطا ان هو بيعمل حاجه خطا فبيخسر نقط فبيعرف ان دي غلط ما يعملهاش وهكذا. في العاب كتيره جدا خلوا الذكاء الصناعي يتعلمها ويلعبها وممكن يخليه يلعب العاب هو ما شافهاش قبل كده، كوتشينه وبتاع، ويلعبها ويشوف ايه النتيجه والخطا والحاجات دي كلها، ودي موجوده كتيره جدا يعني مش حاجه جديده.